صادق حال شباب، معكم شركيال وشركيال، جاركم فيديو جديد. طبعا شباب، من اول ما نزلت بلاك اوبس 4 شهرين ونص تقريبا، من اول ما نزلت لحديت تاريخ 2012 ما لعبت ولا جيم مولتي بلاير ولا جيم بلاك اوت، كان كله زومبي وسحب على مولتي بلاير وسحب على بلاك اوت بشكل كامل. من جديد تقريبا من قبل اسبوعين اكتشفت انه مولتي بلاير جدا رهيب، وظلت العب مولتي بلاير بشكل يومي لو وصلت اخر ليفل وفكيت كل الاسلحه اللي ابيها. فاي المولتي بلاير طلع شيء جدا جدا رهيب. ففيديو اليوم راح نلعب مع بعض جيم مولتي بلاير، راح نلعب بسلاح جديد طلعته اللي هو الاوبريتور مود لاحد الاسلحه اللي يخليه سلاحين. فكلاس جدا خرافي، كلاس تخفي بشكل كامل ويعتمد بشكل كامل على الصوت. فعشان هالشيء راح نلعب بسماعة أسترو A40، راح نلعب بكلاس كله يعني بيعتمد على الصوت، وسماعة A40 تعتبر من أفضل السماعات للجيمينج خصيصا لألعاب الشوتر نفس كول اوف ديوتي وفورتنايت وغيرها. فأنا أصلا الشركة GK هم اللي بعتولي السماعة، قالولي أنا نعرف قناتك عن الجيمينج ونبيك تعرضها لمتابعينك. أنا أصلا قبل اللي بعتولي هالسماعة أنا أصلا استعملها، انتم شايفين هاي سماعتي الاصلية عنديها من 3.5 سنين استرو بكل بثوث تشوفوها. اصلا كل بثوث اللي اسويها استعمل ميكروفون تبعها، من افضل الميكروفونات للسماعات اللي استعملها. واصلا سنتين بقناتي كنت استعمل ميكروفون استرو، بعدين تقريبا من نص سنة 2018 اشتريت هالميكروفون. هاد صوته افضل، بس انه هاد يعتبر كمان جدا خرافي بالنسبة لجاي مع سماعة. هذا فقط ميكروفون، هاي انه ميكروفون مع سماعة. الحين رح نعمل بشكل جدا سريع انبوكسنج لسماعة A40، فيكم تلاقوها باي محلات GK موجودة بجميع الدول الخليج. فنبدأ بالانبوكسنج، هيا بنا. طبعا في سماعات استرو كتير، في A10 A20 A30 A40 و A50. انا اللي عندي A40 واللي بعتولي اياها كمان A40. افضل نوعين هم الـ A40 والـ A50. الفرق بيناتهم شيء وحيد، انه الـ A40 عنا ياها بالواير او الكابل، والA50 وايرلس. هذا الشيء الوحيد الفرق بيناتهم. فايه مثل ما شايفين نعمل مع بعض انبوكسنج هاي السماعة. يا رب ما يقع شيء، يا رب ما يقع شيء، يا رب ما يقع شيء. وهون المكسامب، هاي المكسامب هو اللي يسوي كل الشغل. فخلنا نطلعها مع بعض. اول شيء عندنا السماعة. الحلو اللي يميز هالسماعة، ما راح اتكلم الحين عن تفاصيلها الداخلية، عن الاشياء الخارجية، انه كل شيء فيها بالمغناطيس. عندك الغطاء اللي هون تفكه بالمغناطيس، عندك الشيء الداخلي هاد مغناطيس مثل ما شايفين ينفك ويتركب المغناطيس والميكروفون وكل شيء. فلو توسخت عندك الاشياء اللي جوا او اللي برا انكسر او اي شيء، فينك تشتري غطاء خارجي جديد يكون سعره يعني مو نفس سعر السماعه، قد ربعها تقريبا، وتبدل كل شيء اغطيه خارجيه. انا نفس الشيء سويته مع سماعتي الاصليه، عندي غطاء بلاك اوف 3 انه كان على بلاك اوف 3 فجبت الاغطيه تبع بلاك اوف 3. فهالشيء اللي يميزها. فاوكي هي هي السماعه مثل ما شايفين. خلنا حاليا نشوف المكسام. المكسام هو اللي يسوي كل الشغل، هو اللي يعطيك الصوت النقي، هو اللي يخليك تشبك السماعه مع البلاي ستيشن واللابتوب بنفس الوقت مشان تسوي بثوث مباشره وتصور. بدون هذا ما كنت فيني اسوي ولا بث مباشر، لانه هذا يخليني اني اشبك السماعه على اللابتوب واستعمل المايك تبعها، وبنفس الوقت اوصل على البلاي ستيشن واسمع صوت اللعبه واتحكم بصوت اللابتوب والبلاي ستيشن بنفس الوقت. وكمان اذا واحد بس بيوصل على البلاي ستيشن يعطيك الخيارات بشكل كامل، انك تخلي صوت الشات اعلى، صوت اللعبه اعلى، او فينك كمان انه تنزل عليه مود من البي سي، تفوت على الموقع استرو تحمل مود كول اوف ديوتي بلاك اوبس 4 او مود فورتنايت وتوصلها بالبي سي وتنزل عليها المود، فيظبط لك الاعدادات الافضل للعبه معينه. فشيء جدا رهيب. بعدين اخر شيء عندنا الميكروفون. الميكروفون جدا سهل تركيبه، كل شيء بالسماعه الحلو فيها ما فيها اي شيء معقد، يعني كل شيء جدا سهل تركيبه. الميكروفون حطه هون، اضغط تركب وصار عندك جاهز. وبعدين اخر شيء هون عندنا كل الوصلات اللي تحتاجها للسماعه. الاشياء السماعه، اول شيء السماعه بنظام دولبي اوديو او دولبي ديجيتال اللي هو يعتبر من افضل انواع السماعات. انتبه لما تشتري السماعه في انواع، في احيانا يكون مكتوب اكس بوكس، هي مكتوب عليها بلاي ستيشن 4 وبي سي، فانتبه لا تشتري تبع الاكس بوكس اذا كنت لاعب بلاي ستيشن. سماعه بنظام 7.1، واظن هي معظم المعلومات اللي تحتاجوها. من افضل السماعات اللي استعملتها الصراحه بحياتي. وايه خلينا نروح على الفيديو، هنستعمل السماعه بالفيديو وتشوفوا كيف راح نستفيد من الصوت بشكل جدا جدا رهيب. اوكي شباب، فخلنا اوريكم الكلاس اللي راح العب فيه. هذا هو مثل ما شايفين سلاح اللي اسمه سوغ، مطلع له الاوبريتور مود، صار سلاحين مع سايلنسر ودبل ماج
وهالجير اللي يخليك تسمع اصوات الاعداء بشكل جدا عالي ويورجيك اياهم على الخريطه اذا كانوا قريبين منك. وديد سايلنس وسكافنجر وهالبيرك، كان عندي اي بيرك حطيته فسكافنجر لانه الام يخلص بشكل جدا جدا سريع. فهندخل جيم فري فور اول، هيكون اعتماد كله على الصوت والميكروفون. انتم شايفين مثل ما قلت لكم ميكروفون الاسترو، انتم شايفين صوته جدا واضح. او اذا بدكم نقدر نلعب بهالسلاح. اوكي المفروض كان ضحكة شريرة. معكم حق، لو حدا دخل الجيم ومات مني بهالسلاح سبني، ما في مشكلة سبني، لانه صراحة اي واحد يلعب بالضو ينسب. بس خرافي يا اخي، الشركة ما ضعفوا، شو نسوي؟ فالاوبريت اللي ما يعرف هالسلاح الغثيث اللي كل ما تطلع بوش واحد يطلع فلاش وما تقدر تشوفه هو وين ويذبحك. فاي لا، بس ما راح نلعب فيه، راح نلعب بهالسلاح السايلنس. هالسلاح كمان جدا جدا خرافي. فيلا خلنا ندخل. اوكي ان شاء الله في البار، والبار نختار الركان والكلاس. اين الكلاس؟ هالكلاس. ليتس جو. طبعا الركان مع فري فور اول تحط السنسر تبعك كل مكان. ليش ما يطلعوا الانيميشن انه ماسك سلاحين؟ يلا كان المفروض اذبح اللي ورا، اللي ورا مو شايفني، اللي ورا شايفني قصدي، اللي قدام ما شايفني. في صوت رجلين، واحد واحد فوق، في واحد وراي، في واحد فوق. والله كلاس رهيب. اي 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 اوكي ثلاث ورا بعض ماشي الحال. والله ندى عيس، والله كلاس خرافي. اوه لا الفلاش الكلب، واحد قاعد يضرب من اليسار وانا قاعد اضرب بوجهه وذبحني، لا تسألوا كيف. ايوه تعال. والله ندى عيس، طلع وقت العشرة واللي بعدي اربعة. وراك واحد، وراك واحد يا حمار، وراك واحد قاعد احميك. اوه ما عندي. اوكي ايوه سامعك. تعال تعال تعال، يلا 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 بالضبط. هلا والله. لا 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 يا غثيث، اكثر شيء مستفز انك تموت نهاية باللعبة، اكثر شيء مستفز تموت بالشبك. والله قاعد تشوف موتك قدام عينك هيك، الهيرث عندك قاعد ينقص وما في انك تسوي شيء. لا الضو مستفز اكثر بعد هالشبك. تعال تعال تعال، يلا تعال تعال تعال، انا مدمج تعال. ايوه يلا صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ولا علي. اوكي 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 اوكي، لا تعصب تراني داعسهم. اصوات تخوف، قاعد اسمع اصوات في كل مكان. تعال تعال تتجرأ وطخني يا تشلب. اوكي ذبحت اخر شيء بس. اوه الفيجن، وينك وينك يا خوي؟ تغدرني ها؟ تغدرني ها؟ لا تذبحني، في واحد وراي لا تذبحني. ايوه
والله اني داعس ملتي بلاير، انا افهم قصة الزومبي، لعيب زومبي، لعيب ملتي بلاير، انا كل شيء. اوكي اوكي بس ما اعرف استعمل كل السركات، احط استهبال اي شيء. والله اني داعس، والله اني داعس. اكيد بلاي اوف ذا جيم، اكيد بلاي اوف ذا جيم. اما والله دعس اي سعود، ورجينا شو سويت اي سعود. اوكي بس اوه مرة واو، اي واحد ثاني واو. ترى انا شلت ثلاثة ورا بعض كمان صح؟ ولا ما ادري. اي شباب هاك الفيديو، اتمنى يكون عجبكم الفيديو هاي كله، وشكرا لاسترو او جيكي لانهم بعثوا لي هالسماعة وسبونسر هالفيديو منهم. سماعة جدا خرافية، انصحكم فيها لاي لعبة شوتر. فورتنايت تعتمد على الصوت بشكل جدا كبير، كول اوف ديوتي مالتي بلاير والبلاك اوت تعتمد على الصوت، الزومبي يعني ما راح تستفيد من صوت الزومبي وراك، بس يعني تسمع الموسيقى والاصوات كلها بشيء جدا خرافي. اتمنى من هذا الفيديو، لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك وشاركونا بالكومنت شو رايكم عن لعبي خرافي صح؟ وبس كان معكم شركيه الشركه كيست كم دي الثانيه ان شاء الله، مع السلامه.